الحمد لله كتير كتير فخور، يعني طلعت سويت أحسن جمباز اللي أني بقدر وانبسطت كتير ورفعت رأسنا، والحمد لله يعني أحلى أحلى أولمبيك إكسبرينس. هلا أنا بلشت وأنا 7 سنين، أهلي بس كانوا بدهم يخلصوا مني إنه يخلص الإنرجي تبعي، بس يعني بعد 5 سنين 10 سنين شافوا إنه أنا تحسنت وبلشنا نساوي جمباز بالجامعة، وهلا يشوفوني أنا بالأولمبيكس يعني شيء كتير كتير كبير، إنه هن طول حياتهم ضلوا معي، أخذوني على براكتس، هن وقتهم مصاري كل شيء يعني هن عطوني، ويعني كل السكسس تبعي هن من أهلي ومن أخواتي. I'd like to inspire a new generation of young athletes to realize that a Syrian can go to the Olympics and that they can push the standard even higher. So maybe we're just here today, but in 4 or 8 years, maybe a Syrian can win a medal for their country. And it means the world if that can happen. Mm-hmm.